مرحبا، كيف حالكم؟ رجعنا لكم جديد بالحلقة الخامسة. الحلقة راح تكون بروفيشنال، راح نصور بالجامعة الهاشمية وراح نسألهم هيك مواقف طريفة، مواقف مضحكة، مواقف حلوة صارت معهم في الجامعة. خلينا نشوف ونسأل الناس ونسأل البنات ونشوف الوضع كيف. مرحبا، كيف حالك؟ هلا، يعطيك العافية. تعرفنا باسمك بس؟ اسمي عدنان عاطف. احنا برنامج اسمنا على الطريق، جايين اليوم على الجامعة الهاشمية نطرح هيك أكثر من سؤال وأكثر من موضوع، وكل موضوع بتخص الجامعة، فحبينا ناخذ رأيك. شو رأيك؟ تفضل. تمام. ما عندي مانع. بيحكوا هيك في مقولة بتحكي إنه يعني أي موقف يصير معك بالجامعة بضل مخلد في ذاكرتك. صحيح. فشو صار معك موقف محرج، موقف حلو، إيش صار ما راح تنسى أنت هيك حس حالك؟ طبعا حياة الجامعة بشكل عام أحلى حياة، يعني كل يوم بتشوف فيها مواقف، مواقف ما بتنساها مع شباب أصحابك ومع الدكاترة. طبعا هاي المواقف كانت معي الفصل الأول، لما دخلت الجامعة ما كنت أعرف حدا في الجامعة، تعرفت على شباب فيها ولحد اسم الشباب مثل إخوة بعتبرهم، وهذول راح يظلوا في ذاكرتي على طول يعني إن شاء الله. حلو جميل. في أشياء ثانية ببالك؟ لا. توقع على الدرج وانت طالع المحاضرة. بس كثير رسل الشباب كلها يعني. بسألك انت يعني معلم، حطمت الرقم القياسي بانك تنطر من المحاضرة، فهمت كيف؟ كم مرة شطفت حمامات. طيب زي ما بدي بدناش نفتح مواضيع هسه، راح ننفضح لنا بالجامعة كاملة. طيب اوكي. موقف الكلب. مواقف الكلب. انسى الكلب بس. انسى الكلب خلاص. مواقف محرجة صراحة لما تعرفت عليه. والله ايوه. والله كان يوم، كان يوم اسود. والله بس بس كذب علي قال لي 30 على الحقيقي 25. لا يا ريت 25 يا اخي. طيب بس والله شو تفضل. مواقف صارت معك؟ بس لسه ما لحق، لسه ما صارت والله، لسه طازن. لا لسه. طب شو اسمه اول ما جيتوا على الجامعه كنتوا تسالوا عن الكليات وهذا؟ والله لا ما سالت، لفيتها اربع مرات ولا سالت. طب ايش صار معك موقف طريف لما كنت سنفور لسه دوبك؟ انت لسه سنفور؟ لسه سنفور لسه. بس انه اول ما جيت على الجامعه ولا بتعرف شيء؟ انا ولا كل الجامعه بعرفها، تصدق تامي بالله. دورت التوجيهي بالجامعه ما رحت هيك ولا هيك، ضليتني مع هذا اسمه شاب اسمه مجد، موص عليه من انتدابات شخصيه. ولا طبعا والله هو عمل لي موقع ادراك على الوطنيه، هو اللي حضر لي فيديوهات لحالي. تعلمت لحالك والله. ولا والله كمان. طيب اوكي، شكرا لكم. الله يسعدك. ما صار معي والله. شوف قنفذ ماشي هون في الجامعه. وين هون في الجامعه؟ وشو بسوي؟ عادي سياحة؟ عادي ماشي هيك سياحة. ليكون طالب آخر شيء. وجمل على طريق الشارع والله. جمل على طريق الشارع؟ على الرصيف بيمشي. عادي هي عشان في انتم بصحراء ساكنين. بس هيك؟ بس. أشياء ثانية؟ لا والله ما صار. مرحبا، كيف حالك؟ منيح الحمد لله. عارفينا باسمك بس؟ رنيم اسماعيل هديب. تشاركي معنا ولا انت؟ عادي. طيب اوكي، كملك بالجامعة، شو تخصصك؟ سياحة. تخصص. كملك بالجامعة سنة. سنة. طيب اكيد صار معك مواقف محرجة، مواقف بتضحك، مواقف حلوة مش راح تنسيها. احكي لنا هيك بعض المواقف. بعد المواقف لما وقعت هون من درج الفيليج. حاسس انه كل الجامعة وقعت. كلكم وقعتوا. طيب موقف غير وقعتي. موقف غير وقعت لما تبهدلت قدام 200 طالب بالمدرج. طب صار شو عاملة؟ لأني فت متأخرة كتير. في بالفصل الأول كنت سنفور، فكنت أول ما فتت على الكلية فلقيت شباب باينين عليهم خريجين أو خناشير. فبحكي له في وين ديوان الكلية؟ ولا بحكي لي بتعرف؟ بحكي له صار لي 3 سنين في الجامعة، أول مرة بسمع في هالشي. وقف صار معي، كنت مرة مروح من الجامعة، فبتعرف هذول البياعين العلكة بفوتوا على الباصات، فكان قاعد بحد بنت فبالباص، فاجي فات بحكي لي ان شاء الله الله يجوزك اياها، الله يجوزك اياها في الله. اجي طلع فيه خاص خذ لي اياها وروح عني زعل عني. طبعا البنت كيف نظرتها كانت؟ بنتي بتغسل كانت لا مؤاخذة مش طابق يعني. بحكي لها خلص انا اسف حقيقي علي، بتحكي لها خلص ماشي ان شاء الله. صراحة الله يعينك يا كوب. حاب تجوز ثاني يوم دوام يعني يا دوب استفتاحيها من وجهي. سبحان الله. طيب اوكي ان شاء الله يعديها على خير. هيك بنكون خلصنا حلقتنا الخامسة في الجامعة الهاشمية، كثير انبسطنا بشوفت الشباب وشفنا ضحكات ناس وعالم كثير كويسين، وإن شاء الله تكون الحلقة يا رب تنال إعجابكم،
وبتمنى من الكل يدعمنا وتعطينا رأيك في كومنت. ونشكر طبعا كل واحد ساهم في إنجاح هاي الحلقة، ونشكر المصور محمد العلي معانا، ونشكر كمان الرياض الغزاوي ما قصر معانا في الجامعة، والله يسعد قلوبكم يا رب. وبتمنى ما تنسوا تمنوا اللايك وشير وكومنت رأيك في الفيديو أو بالحلقة بشكل عام. وبتقدر تنزل لتحت بالصفحة وتشوف عندنا الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وهي إحنا الخامسة. يلا السلام عليكم، نشوفكم بالحلقة السادسة.